من انواع الخبز اللي ممكن تتعمل في البيت الخبز التركي وخبز التميس، والطريقة بتاعتهم هنقولها خطوة خطوة وتطلع معاكم النتيجة ان شاء الله مظبوطة. بالنسبة لمقادير الخبز التركي، بنستعمل دقيق وخميرة اللي هي الخميرة الجافة وملح وسكر ومية، وتقريبا نص كمية الدقيق بيكون مية. بنضيف كل المكونات الجافة وبعدين بنضيف عليهم المية وبنعجن العجينة كويس جدا. وهيبقى في حاجات تانية هنضيفها بعد كده اللي هو الزبادي. بعد ما بنعجن عجينة ونسيب العجينة ترتاح، نخمرها لمدة 35 دقيقة، نفردها وبنخمرها مرة كمان لان عايزينها انها ترتفع، لان بعد ما بترتفع بقى اشكلها بالطريقة ديت، بعمل بصباعي او بصوابعي دايرة حواليها، وممكن اشققها بسكينة حامية في النص على اساس لما دي بتدخل الفرن بتتفتح من النص وبيبقى لونها ظريف، لان هدهنها بالزبادي. فما بدهنها بالزبادي الحتت اللي هي مفتوحة ديت بتبان بلون تاني، وده ممكن ازينه لو حبيت بحط معهم سمسم او حبة البركة او الاتنين مع بعض. بالنسبة لطريقة خبزهم، بخبزهم في فرن بيكون حرارته 200، يعني بسخن الفرن عندي والحرارة توصل ل 200، وبعدين بدخل الخبز نفسه على لو قدرت اجيب حجر زي حجر البيتزا احطه في الفرن اللي تحت، او ممكن طبعا الفرن بيتعمل في الفرن العادي اللي هو فرن البيتزا، لكن ممكن في فرن البيت هيأدي نفس الغرض وهتطلع النتيجة واحدة ان شاء الله بالطريقة اللي انتوا شايفينها دلوقتي. اما نوع الخبز التاني اللي هنعمله مع بعض اللي هو خبز التميس. التميس بيبقى ارق شوية، برضو بنجيب المواد الجافة، بنحط كل المكونات، بنضيف الدقيق مع الخميرة والسكر وملح ومية دافية، وطريقة العجن هتكون واحدة. ممكن انا عملت واحد بالعجانة لكن النتيجة بتكون واحدة. المهم في الاخر لما ابقى عجن العجينة كلها بتتماسك وكلها بتبقى كتلة واحدة متماسكة. فبعد ما بعجن كل دول بشكل العجينة، وديت بفردها وبعملها زي اسطوانة طويلة، والاسطوانة ديت بلفها حوالين نفسها تبقى دايرة واسيبها دي تريح. دي بتعمل لي رقات رقيقة جدا لما اجي افردها. بعد ما بسيبها بتريح بفردها بايدي في صاج، ممكن اعملها شكلها مدورة او مستطيلة حسب انا عايزها ازاي، فبتكون ارق شوية من الخبز التركي. دوت اسمه خبز التميس. وبعد كده بدخلها في فرن. الفرن بيكون حرارته 200 بس، بسيبها ل 15 دقيقة مش 20 دقيقة، وبيكون عندي الخبز جاهز زي ما احنا شايفينه وبالهنا والشفا.